يقول: أثناء السعي بين الصفا والمروة وفي الشوط السادس تهيأ لي نزول نقطة بول، فإذا أدخلت يدي في الإحرام فأدخلت يدي في الإحرام فلم أجد شيء، وخرج مع يدي شعر من بطني، فتوضأت وتذكرت بأنني لم أصلي ركعتين مقام إبراهيم فصليت الركعتين، ثم بدأت السعي من جديد، فما حكم عملي؟ هل العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة ما دامت أديت الطواف والسعي كاملين، العمرة صحيحة، لكن تصرفك هذا غلط، لأن السعي لا يشترط له الطهارة حتى ولو كنت لست على وضوء. السعي صحيح، الطهارة إنما تشترط للطواف بالبيت فقط، أما السعي الطهارة مستحبة فيه، ولو طفت وأنت على غير وضوء صح سعيك، فلو أنك كملت السعي لصح ذلك. نعم.